المباراة الأهلي والاتحاد والزلفي انتهت 3-2 بعد مباراة قوية. النصر والأهلي انتهت 3-0 لمصلحة الأهلي، وبالتالي ضمن بشكل كبير اللي هو النادي الأهلي، وكان فوزه أيضا اليوم على الزلفي ب3-0. يعني لم يخسر هذا حكم المباراة الهفوف، أيضا الحكم الثاني في هذا اللقاء. إذن الاستعداد للبدء المباراة واللمسات الأخيرة للكرة لمصلحة فريق النصر، والإرسال الأول في المباراة عند اللاعبة رقم 16. هنا الإرسال الأول، وأهمية الإرسال في كرة الطائرة طبعا، والاستقبال الأول والاستقبال هنا للاعبة ال 15، والضربة وحائط صد رائع أيضا للفريق النصر. وهنا تغيير اتجاه اللعب ودفاعات نصراوية، محاولة الآن، أوه ضربة خارج الملعب، لا هل هناك خارج الملعب في اعتراض؟ هذه اللاعبة علياء محمد، طبعا هذه لاعبة المواليد علياء محمد، والنقطة الأولى لمصلحة النصر الآن. يوم التأسيس، هذه جو بطولة جو الدور أو بطولة الطائرة في يوم التأسيس، والإرسال الخاطئ الأول، نعم إرسال خاطئ الأول على فريق النصر، إرسال خاطئ للنصر. هذا الإرسال الأول، هنا الإرسال لمصلحة الاتحاد الآن، التحضير الإرسال، إرسال واستقبال لاعب النبرو، وهنا البرازيلية، ولكن دفاعات ناجحة، هل تعود مرة أخرى؟ لا، خارج الملعب، خارج الملعب، نعم، هنا البرازيلي أو اللاعبة الرقم 1، اللاعبة تمارا. إرسال لمصلحة النصر الآن 2-1، وإرسال خاطئ الثاني أيضا. قلنا لكم المهمة بالنسبة للإرسالات صعبة، هنا اللاعبة أيضا تعتمد عليه كثيرا أنتاسيا، هذه الإرسال عند اللاعب رقم 8، اللاعب نان أكيون، واستقبال نصراوي، وهنا ضربة ولكن حائط الصد تعود مرة أخرى، لعبتها في المكان البعيد، لكن أعني الهدف، وهنا ضربة، لكن وين؟ إلى خارج الملعب، وين؟ وين؟ إلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب، اللعبة ماريا البرازيلية إلى خارج الملعب، والنقطة الأولى لمصلحة الاتحاد. 3-2 الآن، إرسال خاطئ أيضا، إرسال خاطئ للاتحاد مع بداية المباراة وحمى البداية. هنا الآن اللاعبة النصراوية رقم 1 تمارا على الإرسال، هذه تمارا تحضر الإرسال، مركز في تركيز في الرسال، لعب لكن وين؟ أيضا داخل الملعب، نقطة مباشرة للنصر، نعم نقطة مباشرة، تعاد 4-3 الآن، النصر يتقدم. هذه هي تمار تنجح في نقطة مباشرة لمصلحة الفريق النصراوي، إرسال تمارا على الإرسال، لاعبة مهمة يعتمد عليها كثيرا الفريق النصراوي بجانب مالية. هنا الضربة، الله، هروب ناجح ولكن دفاعات ناجحة تمارا، مرة أخرى أيضا دفاعات تعود مرة أخرى، إعداد ولكن أهو تعود مرة أخرى، كرة سالة، كرة سالة 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 عند اللاعب الحرة عند ربا المطيري، ربا المطيري،
ربى المطيري لكنها لم تستطع في إعادة الكرة. ونقطة الآن الرابعة لفريق الاتحاد، وأربعة أربعة 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 النتيجة الآن. والإرسال عند اللعبة الاتحاد، اللعبة رقم واحد رانيا عبدو، وإرسال واستقبال من ماريا. وهنا نعم الضربة الناجحة، الضربة الناجحة عند اللاعبة رقم 19 بالنصر مروة سعيد، أو مروة سعد، هذه مروة سعد، مروة سعد ناجحة في كرة من المنطقة الخلفية. هنا إرسال الآن إلى ماريا، ونقطة أيضا مباشرة، نقطة مباشرة، نقطة مباشرة لمصلحة النصر الآن. أو نقطة لا مع عباس، لا نقطة لا غير ناجح. هذا إرسال عند اللاعب رقم 7 عند اللاعب، وهنا ضربة، نعم ضربة لا تصد ولا ترد. هنا والتحية من احتياط الفريق، ضربة ناجحة لمصلحة فريق النصر. ونقطة 6-5، مباراة متكافئة. الإرسال لمصلحة النصر، هنا استقبال عند اللاعب رقم 1، وكرة سريعة ولكن الدفاعات النصراوية موجودة، وضربة، وهنا نعم هنا اللاعب بول يونا، يونا تنجح اللاعب يونا في ضربة موجهة. ونقطة مباشرة، نقطة لمصلحة النصر الآن. استقبال اتحادي، كرة سريعة، نعم كرة سريعة ناجحة عند اللاعبة أميمة، أميمة تنجح في لعبة سريعة على الشبكة. أميمة في مركز 3، هذه أميمة رقم 3. والإرسال عند لاعبة الاتحاد رقم 15 أنتيسيا، أنتيسيا، وهنا ضربة، الله 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 على اللعبة الجميلة. يونا 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 اللعبة المحترفة تنجح في ضربة وهروب ناجح من حائط الصد. ونقطة لمصلحة النصر الآن، 8-6 النصر يتقدم بفارق نقطتين. بطل الموسم الماضي يريد أن يبقى على الأقل في المركز الثاني. هنا إرسال واستقبال الفريق، ومحاولة، نعم أوهو، نقطة، النقطة السهل الممتنع لمصلحة الاتحاد، السهل الممتنع لمصلحة الاتحاد. هذا هو المدرب، المدرب محمد التركي. هنا الإرسال عند اللاعب رقم 17 سارية، سارية وليد نصيف، سارية نصيف على الإرسال، هنا إرسال لكن وين، وإرسال خاطئ، إرسال خاطئ على ماريا أو اللاعبة، لاعبة الاتحاد سارية. إرسال لمصلحة النصر الآن عند لاعبة الموالد، وإرسال قوي، نعم ولكن استقبال جيد، استقبال غير جيد أيضا، تعود سهلة لفريق النصر. وعدود، نعم نعم ضربة ناجحة للاعبة يونا، إرسال عند اللاعب يونا، إرسال طاير واستقبال ناجح هذه المرة، وهنا المنطقة الخلفية، نعم نعم اللاعبة الاتحاد نقطة. وهذا مصعب الحجباني بطل، طبعا هو حقق الميدالية الذهبية مع هذا الفريق في بطولة الألعاب السعودية، يريد الأقل المركز الثاني الآن الاتحاد. وإرسال، إرسال قوي، وهنا استقبال، نعم حائط الصد، نعم تنجح اللاعبة النصراوية ماريا.
11 مقابل 8. النتيجة الآن لمصلحة النصر، النصر يتقدم بخطأ إلى الشوط الأول. أرسال أرسال ولكن إلى خارج الملعب. إرسال خاطئ، هذا الإرسال الثالث للنصر. الآن 3 نقاط ووقت مستقطع، وقت مستقطع لمصلحة الفريق الاتحادي. إذن وقت مستقطع في محاولة من المدربين الآن لإيقاف نزيف النقاط. النصر الآن يتقدم بفارق 4 نقاط. هذا جانب من الحضور والمتابعة. نعم كانت هناك مباريات قوية، عندما شاهدنا مباراة الاتحاد والزلفي 3-2، النصر والأهلي 3-0، لكنها كانت مباراة جيدة. انتهى الوقت المستقطع عودة. هذا لاعب السلة، هذا لاعب السلة، لاعب السلة تركي المهنة، تركي طبعا هناك تمرين. هذا لاعب المحترف أيضا، لاعب كرة السلة في نادي النصر، والعشق لكرة الطائرة محبوبة الجميع. هنا إرسال الآن، الإرسال استقبال عند اللاعب رقم 15 الفريق الاتحادي، واستقبال حائط الصد لكن إلى خارج الملعب. نعم ضربة ناجحة للفريق الاتحادي. أنتيز إرسال عند اللاعب 8 الفريق الاتحادي، عند اللاعب نانا كيون. نان إرسال قوي، نعم ونقطة مباشرة عند اللاعب الحرة مباشرة. نعم لمصلحة الفريق الاتحادي، اللاعب الحرة والفرحة لاحتياطي الفريق. نعم للفريق الاتحادي. إرسال آخر للاعب نانا أكيون. هنا إرسال واستقبال نصراوي وإعداد وضربة، لكن حائط الصد رائع جدا، حائط صد رائع. تعود كرة سهلة إلى مرة أخرى الفريق الاتحادي، وحائط الصد تعود مرة أخرى. شوف الإعداد، لكن الكرة سهلة ستذهب للفريق النصراوي عند ماريا، وماريا لا من الخلف المرة هذه. نعم اللاعب 18 الفريق النصراوي يونا، هذا من المنطقة الخلفية يونا. نعم يونا تنجح في ضربة لا تصد ولا ترد. على الإرسال اللاعبة تمارا الآن، تمارا على الإرسال معدة الفريق، إرسال موجه واستقبال ناجح للفريق الأهلاوي. وهنا ضربة ولكن دفاعات النصر مرة أخرى. هنا كرة سهلة تعود للفريق الاتحادي، كرة سهلة تعود للفريق الاتحادي لكنها سهلة أيضا. هذه دفاعات النصر موجودة، نعم هو الدفاع رائع جدا. تعود سهلة، تعود سهلة، تعود سهلة تمارة، ولكن أيضا دفاعات ناجحة والضربة والدفاعات، كرة متداولة. من ينهي؟ من ينهي؟ الدفاعات النصراوية، نعم الدفاعات النصراوية فيها دبل، فيها دبل. الدفاعات النصراوية تنجح، ونقطة للنصر الآن يتقدم 14-10. هذه هي الكرة، هذه محاولات الدفاعات. المرة هذه اللاعبة للفريق الاتحادي أتانيا سيع، أتانيا سيع، لكن الدفاعات الحائط الصد النصراوي ينجح بكل اقتدار في اللقطة بعد تداول طويل للكرة للمصلحة النصر. إرسال تمارا، وهنا استقبال، كرة غير جيدة لكن المتابعة. مرة أخرى النصر حالة الدفاع كويسة، تعود مرة أخرى، وهنا استقبال اتحادي وضربة، ولكن الدفاعات النصراوية موجودة. لكن وين يا يونا؟ وينك يا يونا؟ يونا بلاسيو إلى خارج الملعب، ونقطة 11 للفريق الاتحادي. الإرسال عند اللاعبة رانيا عبدو على الإرسال رانيا، وهنا استقبال الفريق النصر لاعب الحر وضربه. نعم نعم
يونا بلاسيو، نو يونا بلاسيو، نعم هذه لاعبة المحترفة، وضربة من المنطقة الخلفية داخل الملعب، ولكن الحكم استدعى عدم الاعتراض بشكل غير مبرر بالنسبة للاعبات. والحكم الأول يزيد العسيمي، ولفت نظر للكابتن الفريق. هنا اللاعب يارا على الإرسال، واستقبال غير ناجح، استقبال غير ناجح، نعم هذه هي اللاعبة رقم ثلاثة، استقبال غير جيد، وتعتذر لزميلاتها اللاعبة أميمة كوديان. يارا على الإرسال، اللاعبة البرازيلية إرسال، لكن هذه أوه نقطة مباشرة، نقطة مباشرة، نعم عيش للفريق. وهنا تدخل المدرب التركي الآن، والفرحة النصراوية للاحتياطي الفريق النصراوي، نعم وقت المستقطع. وهنا اللاعبات الاحتياطيات أيضا في محاولة لعملة الإحماء، نعم وقت مستقطع للمدرب التركي والمحاولة. هذول لاعبات الأهلي بطلات الدوري، نعم هذا البطولة، ألف ألف مبروك للنادي الأهلي حصول على بطولة الدوري للسيدات هذا الموسم. الموسم الماضي النصر، النصر أيضا يريد المركز الثاني، يعني الأهلاويين يستاهلون، قدموا دوري ناجح بشكل ملفت للنظر، لأنه الفوز كل المباريات 3-0، وبالتالي هذا عن جدارة واستحقاق للنادي الأهلي. وعندما تتحدث عن الطائرة في النادي الأهلي فتحتاج إلى الشيء الكثير عشان تتحدث عن هذا الفريق في كرة الطائرة بالنسبة للنادي الأهلي، بطل الدوري وبطل الكاس وبطل النخبة وبطل يعني ستكون يعني حلقة كاملة إذا أردت أن تتحدث عن إنجازات الأهلي في كرة الطائرة. وأنا محاولة وضربة، أوهو نعم نعم، اللاعبة أتيناسيا أتيناسيا نعم تنجح بضربة ناجحة، والكرة في حائط الصد إلى خارج الملعب. 12-17، 5 نقاط، أعتقد أنها فارق جيد للفريق النصراوي، لكن هنا الإرسال الآن لمصلحة، أوه خطأ اتحادي الثالث أيضا، الخطأ الإرسال، الإرسال مهم جدا، هذا خطأ عند اللاعبة هيلا كمال حرب أو ميلا. هنا استقبال الآن الفريق الاتحادي، وضربة ولكن دفاعات النصر ناجحة مرة أخرى، وهنا أوهو أوهو في لمس شبك، في لمس شبك على الدفاعات الاتحادية، وبالتالي نقطة لمصلحة النصر، لمس شبك. هنا اللاعبة نانا كيون، هذه معدة الفريق، محاولة الآن إرسال النصر لنقطة المنعطف الأخير في هذا الشوط. النصر يتقدم بخطة ثابتة في هذا الشوط، هنا استقبال للفريق الاتحادي والضربة، ولكن الدفاعات النصراوية، وهنا أوه حائط صد رائع الثنائي التنسية، نعم التنسية تنجح في حائط الصد اللي ذابت، وهذه هي الفرحة أيضا. لاحتياطي الفريق، هنا التاسي على الإرسال، استقبال نصراوي، وهنا حائط الصد ناجح، دفاعات الاتحاد والمحاولة، لكن أيضا دفاعات النصر موجودة مصحصحة، وضربة أوهو ضربة ناجحة للاعبة البرازيلية يونا بلاسيو، بلاسيو اللاعبة المحترفة بالنصر، ضربة وحائط الصد إلى خارج الملعب. 20-13، النصر قريب جدا إلى الهبوط في المدرج الأول في هذه المباراة
ويخطو إلى المركز الثاني بثبات. هنا الإرسال الآن للفريق النصراوي عند دانا أبو العينين. دانا أبو العينين على الإرسال. إرسال واستقبال وكرة مباغتة لكن الدفاعات النصراوية. نعم موجودة موجود. الله الله على القراءة الجيدة، القراءة الجيدة للاعبة الاتحاد اللاعبة أميمة كوديال. اوه في كرت اصفر، اوه كرت اصفر، كرت اصفر على لاعبة النصر. على مين؟ على البرازيلية. هذه هي اللاعبة يونا بلاسيو، يونا بلاسيو. والحكم يزيد العصيمي يوجه انذار اصفر. الانذار الثاني فيها نقطة. هنا هذا هو المدرب الاتحاد، الحكم الثاني يتأكد من الدوران اللاعبين. في تغيير الآن، دخول اللاعبة هوساوي مروة هوساوي إلى أرضية الملعب. هذه هي اللاعبة رقم واحد تمارا معدة الفريق. الإرسال لمصلحة فريق الاتحاد عند اللاعبة سارة، سارة غوث. إرسال، إرسال ناجح واستقبال غير جيد. أوه كرة سهلة، كرة سهلة لكن اللاعبة الحرة لفريق النصر ربا المطيري لم تنجح في اللقطة الماضية. مرة أخرى على الإرسال سارة، سارة غوث على الإرسال. ارسال موجه واستقبال هذه المره، هو الاعداد والضربه. اوه لمسه الشبكه، لمسه الشبكه يونا بلاسيو اللاعب النصراوي، لمست الشبكه. الاتحاد يقلص الفارق الان الى 4 نقاط 20-16. لا زالت على الارسال ساره غوث على الارسال واستقبال هذه المره. شوفوا ضربوا، نعم هذه المره يونا بلاسيو، يونا بلاسيو تنجح هذه المرة في إضافة الضربة ساحقة ناجحة لمصلحة فريق النصر. الآن 21-16، النصر يقترب إلى الهبوط في الشوط الأول. نعم يونا بلاسيو على الإرسال، إرسال قوي وطاير. نعم واستقبال ناجح للفريق الاتحادي لكن الكرة سهلة، كرة سهلة تعود مرة أخرى. أوهو يارا وحائط الصد، لكن حائط الصد إلى خارج الملعب. نعم مو يارا، مو يارا، ما يارا أو نعم لا يارا السحباني، ماريا، ماريا، ماريا هي موجودة ماريا. هنا إرسال من جديد النصر 22، خلاص الإرسال عند اللاعب يونا. إرسال قوي طا واستقبال ناجح للفريق الاتحادي ولكن الدفاعات النصر، الدفاعات وهنا أيضا هروب ولكن الدفاعات مرة أخرى الفريق الاتحادي وضربة ناجحة ولكن أي دفاع اللاعب. أوهو لكن حائط الصد هذه المرة إلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب. نعم أمام هذه اللاعبة الاتحادية اللاعبة نانا أكيون إلى خارج الملعب. نازارت مستمرة. يونا بلاسيو على الإرسال وإرسال طائر واستقبال ناجح هذه المرة. هنا محاولة اللاعبة، اللاعبة دا ربا المطيري حاولت في الكرة الماضية ولكن الكرة لمصلحة الاتحاد. 17 مقابل 23، 17. وهنا الإرسال أتانسيا على الإرسال الآن واستقبال إلى ماريا، وماريا كرة سهلة ماريا لكن لمصلحة الفريق الاتحاد. خلص الفارق الآن إلى 5 نقاط لكن صعب.
عودة الفريق. هذه اللاعبة ماريا إرسال واستقبال نصراوي الآن، وهذه ماريا، لكن حائط الصد. ماريا ضربة ناجحة لهذه اللاعبة، نعم اللاعبة النصراوية. إرسال لمصلحة النصر، نقطة الشوط لمصلحة النصر الآن. هنا إرسال واستقبال للفريق الاتحادي وضربة، نعم، ولكن الدفاعات النصراوية موجودة إلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب. نعم كان بالإمكان أحسن مما كان في اللقطة الماضية لفريق النصر، لكن الضربة الناجحة من اللاعبة الاتحادية رانيا عبدو تنجح في ضربة لا تصد ولا ترد. هنا إرسال الآن إلى نانا أكيون، هنا ماريا، نعم هي ماريا نعم تنهي الشوط الأول لمصلحة فريق النصر، والفريق النصراوي ينجح في الشوط الأول في هذه المباراة 25-19، نعم، والفرحة النصراوية والشوط استعدادات للشوط الثاني. إذا العودة مرة أخرى للمباراة والشوط الثاني. إذا العودة مع بداية الشوط الثاني لهذا اللقاء، اللقاء الذي يجمع الاتحاد النصر والاتحاد. والإرسال هنا عند اللاعبة أويمة كوديال على الإرسال، والتأكد من حكام المباراة للدوران اللاعبين. نعم الآن النصر يتقدم بالشوط، والإرسال من جديد عند اللاعبة أميمة كوديال. الإرسال والاستقبال ناجح للفريق النصراوي، وهنا ولكن حائط الصد مرة أخرى، والضربة إلى ماريا، والدفاعات اتحادية، لكن الكرة وين؟ الكرة داخل ملعب الاتحاد. ضربة ناجحة للاعبة ماريا،
ديبولا تنجح في لمصلحة النصر. النقطة الأولى النصر يبدأ في هذه الكرة إعادة للكرة الماضية، وبالتالي الإرسال لفريق النصر إرسال موجه، وهنا استقبال وضع وكرة لعبته وين في المكان الموجود فيه الدفاعات. لا 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 يا يونا بلاسيو، هذه اللاعبة والله لعبة خطيرة، لاعبة خطيرة. نعم الإرسال للاعبة النصر الآن رهف الفالح، رهف على الإرسال المرة الثانية رهف، ولكن خاطئة رهف هذه المرة، خاطئة رهف. الشوط النصر كان عنده ثلاثة أخطاء في الشوط الأول، هذه رهف إلى خارج الملعب، رهف الفالح، لكن إرسال لمصلحة الاتحاد الآن 2-1 النتيجة. هنا إرسال واستقبال لاعب الحرة النصر ومري، ضربة وحائط صدر ناجح الآن، ومرة أخرى المرة الثانية أكيدة، المرة الثانية تأكدها ماريا، ماريا أول مرة صدتها الحائط الصد تصدت، المرة الثانية يقول لا أنا أخترق الدفاعات، ونقطة لمصلحة النصر. تمارا على الإرسال، تمارا الاستعداد لإرسال تمارا الآن، إرسال موجه والاستقبال ناجح الفريق الاتحادي، وهنا نعم نعم هروب ناجح، هروب ناجح للاعبة الاتحاد رانيا عبدو، رانيا عبدو تنجح في الهروب، ونقطة لمصلحة الاتحاد. 2-3 الآن الاتحاد على الإرسال، هذه رانيا على الإرسال أيضا، واستقبال النصراوي، وهنا واحد لكن داخل الملعب. نعم ماريا، ماريا هذه هي ماريا البرازيلية، ماريا ضربة لا تصد ولا ترد، لاحظ شوف هو ضربة نعم ناجحة لهذه اللاعبة، 4-2 ماريا على الإرسال، البرازيلية على الإرسال الآن 4-2، إرسال قوي واستقبال ناجح، وهنا أيضا داخل الملعب، داخل الملعب نعم، ضربة ناجحة للاعبة أتنياسيا لمصلحة الفريق الاتحادي. هنا إرسال واستقبال نصراوي، وضربة وناجح وحائط الصد، هذه المرة ينجح، ينجح أمام اللعبة، وهنا أيضا ولكن الدفاعات النصراوية موجودة، وكرة من جديد، كرة سهلة، كرة سهلة ضاعت على الاتحاد، كرة سهلة كان بالإمكان أحسن من مكان عند اللاعبة رقم 3 أميمة كوديال، كان هناك اتكالية. نعم هذه اللاعبة الآن النصراوية رقم 2، اللاعبة دانا أبو العينين واللي موجودة على الإرسال الآن، اللاعبة يارس حباني، فريق كرة السلة النصراوي يتابع بشغف هذه المباراة أيضا، يعني لا شاهدنا اللعيبة على موجود وإداري الفريق بندر الرشود، يعني هناك عشق نصراوي أيضا لفريق كرة الطائرة وحب كرة الطائرة. هذه هي اللاعبة البديلة، هذا هو أبو سعد، أبو سعد الإداري المشرف على سلة النصر أيضا يتابع، وهنا محاولة، الله الله على اللاعبة أنتيسيا، أنتيسيا تنجح في ضربة أو اللعبة، لا اللعبة اللي جابتها اللاعبة أميمة كوديال، اللاعبة أميمة كوديال نعم تنجح. إرسال الاتحاد واستقبال جيد هذه اللاعبة الحرة النصراوية، وكرة ملعوبة ودفاعات اتحادية هنا نعم، ولا أيضا مرة أخرى إلى وين؟ إلى ماريا، لكن حائط الصد رائع جدا، حائط الصد مرة أخرى، مرة أخرى، لكن البرازيل البرعيونة بلاسيو تنجح هذه المرة، اللاعبة رقم 18
اللاعب رقم 18 تنجح في ضربة. هذه ماريا، هذه ماريا على الإرسال. اللاعب دانيا أبو العينين على الإرسال. دانيا على الإرسال. 7-4 النصري أيضا بخطى الآن يتقدم في الشوط الثاني. وكروه لمست الكرة في اللاعبة أميمة كوديال. الإعادة مرة أخرى، شوف الكرة هذه، الكرة نعم كان في حائط صد خارج لكن الكرة لمست قبل خروجها عند اللاعبة أميمة. 8-4 والتركي محمد التركي المدرب الاتحادي هنا على الإرسال. لا زالت اللاعبة دانا أبو العينين واستقبال ولعبة بليسنج لكن دفاعات. مرة أخرى كرة سالة تعود سالة للفريق النصراوي. وإعداد أيضا مصرة يا ومرة أخرى وللمرة الثالثة ودفاعات. تداول الكرة، من ينهيها؟ لا أنهاها اللاعب رقم 17 في الفريق الاتحادي سارية نصيف. سارية أنهتها، كانت بيدي لا بيدي عمرو، ونقطة لمصلحة النصر 9-4. وقت مستقطع الآن للمدرب محمد التركي. نعم بطولة الدوري السيدات لكرة الطائرة. اهتمام كبير أيضا من الاتحاد السعودي لكرة الطائرة وحضور لهذا النهائي والمتابعة المستمرة لهذه البطولة، بطولة السيدات في موسمها الثاني. النصر بطل الموسم الماضي، الأهلي يحقق بطولة هذه الموسم بعد فوزه في جميع مبارياته، والنصر الآن يحاول على أقل تقدير أن يظهر بالمركز الثاني في هذه المباراة. لكن لو فاز النصر 3-0 راح يدفع الاتحاد للمركز الرابع. نعم من فارق الأشواط بينه وبين الزلفي. هذه العودة مرة أخرى للمباراة والوقت المستقطع للمدرب الاتحادي. هنا الإرسال، لا زالت هذه لاعبة الأهلي، اللاعبة العملاق، اللاعبة الأوكرانية اللي يعني ساهمت بشكل كبير في فوز الاتحاد في بطولة الدوري. هنا لا زالت دانيا أبو العينين قد تكون هي الأكثر الآن اللي استمرت في الإرسال. هنا إرسال ومحاولة، الله على الإرسال الموجه وناجح. هذه اللاعبة رقم 17 اللاعبة السارية نصيف، وهذه لا زالت على الإرسال دانيا أبو العينين على الإرسال. نعم هذه هي اللاعبة بطلة الدوري، اللاعبة التي يعني ساهمت بشكل كبير في فوز النادي الأهلي في بطولة الدوري السيدات. وهنا كرة سريعة، نعم كرة سريعة من مركز 3 رائعة جدا من اللاعبة الاتحادية، اللاعبة أميمة كوديال تنجح في الضربة الثلاثة في المنطقة من مركز 3. لعبة سريعة ونقطة للاتحاد. 10-5 الآن النتيجة، فارق 5 نقاط، فارق جيد للنصر لكن على الاتحادية إذا أرادوا أن يستمروا في صعوبة الشوط أن يقلص الفارق. إرسال عند اللاعبة راني عبدو. إرسال واستقبال نصراوي ماري، وهنا ضربة لكن حائط الصد رائع. مرة أخرى نعم لعبتها بذكاء، هروب ناجح للاعبة يونا بلاسيو. هذا يونا لعبتها بذكاء بذكاء خارق على قولة إخواننا التوانسة، وبالتالي نقطة. لاحظ شوف هي شهدت ولعبتها هروب ناجح، ونقطة لمصلحة النصر عند هذه اللاعبة اللي ذهبت الآن على الإرسال نقطة 11. أعتقد النصر راح يذهب هذا الشوط بشكل مريح. هنا إرسال، لا 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 يا يونا، هذا إرسال والإرسال الثاني الخاطئ لفريق النصر في هذا الشوط.
ارسال لمصلحه عند هذه اللاعبه اميمه كوديان الان اللاعبه واستلام ونصراوي صحيح استقبال وضرب نعم يونا بلاسيو تنجح في اللقطه الماضيه وضربه من المنطقه الخلفيه نعم 12 مقابل 6 ارسال لمصلحه النصر عند اللاعب رقم 4 رافع صبالح وهنا استقبال وضربه ناجحه نعم ضربه ناجحه من اللاعبه رانيا عبدو تنجح في الضربه الماضيه وشوف هذه نقطه لمصلحه الفريق التي حاولوا مع الدفاعات النصراويه لكنها غير ناجح هنا ارسال واستقبال نصراوي كره سريعه وهو الله الله يا ماريا 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 ضربه لا تصد ولا ترد من هذه اللاعبه البرازيليه لاعبه ضربه ناجحه لماريا الله عليك يا ماريا في اللقطه الماضيه نعم ماريا تمارا الان تمارا على الارسال تمارا ارسال موجه واستقبال غير جيد كرة لكن اللاعبة نعم تعود للنصر من جديد لكن وين يا ماريا بلا عنوان يا ماريا خارج الملعب هذه حاولت الهروب لكن على حساب الملعب لماريا اللاعبة البرازيلية ونقطة لمصلحة الاتحاد الآن الفارق تقلص إلى 5 نقاط هنا إرسال واستقبال الأسراوي وكرة إعداد وكرة سهل الممتنع لعبتها في المكان الخالي سهل الممتنع في اللقطة الماضية نعم بليسنج في المكان الفاضي عند اللاعبة يونا بلاسيو يونا وين ماريا على الإرسال الآن يا ماريا إرسال التحضير الإرسال مركز أو موجه نعم واستقبال ناجح عند اللاعبة ونقطة لمصلحة النصر أيضا الدفاعات النصراوية الحائط الصد رائع جدا هذه هي اللاعبة المتألقة يونا بلاسيو وماريا على الإرسال مرة ثانية الآن هنا إرسال واستقبال اتحادي هذه المرة والمحاولة نعم ودفاعات نصراوية تعود كرة سهلة الآن للفريق الاتحادي وضربة لكن الدفاعات النصراوية موجودة الدفاعات النصراوية موجودة والضربة الله عليك يا يونا بلاسيو نعم لا هذه الإعداد لكن شوف الضربة وقت مستقطع هنا أيضا تدخل محمد التركي والمدرب الاتحادي في محاولات إصلاح العطل اللي صار على الفريق في الشوط الثاني الفارق 6 نقاط كثيرة بالنسبة للفريق في المنعطف الثاني الآن خلاص الشوط أعتقد يسير في مصلحة الفريق النصراوي هذا هو اللاعبي المتابع من لاعبي كرة السلة في الفريق النصر ولاعبات الأهلي ينتظرون التتويج ألف مبروك للاعب الأهلي هنا المتابعة أيضا من المنظمين والاتحاد السعودي لكرة الطائرة نعم بحضور نائب الرئيس أيضا الأستاذ سعد الرئيس هذه أيضا اللاعبات النادي الأهلي بانتظار تتويج اليوم بطولة الدوري ألف مبروك للنادي الأهلي أيضا النصر الآن يحاول الحفاظ على المركز الثاني في هذه المباراة إرسال ماريا للمرة الثالثة على الإرسال ماريا على الإرسال هل تنجح للمرة الثالثة على التوالي هنا إرسال لكن لا الإرسال الثالث الخاطئ للنصر وماريا أخطت هذه المرة ماريا ونقطة لمصلحة الفريق الاتحادي إرسال لمصلحة الاتحاد الآن هنا إرسال واستقبال هذه المرة غير جيد لكن الكرة
وين الكرة؟ لعبت الله، أعطيها 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 يونا بلاسيو، وهي تتصرف هي تتصرف، ونقطة لمصلحة النصر من يد اللاعبة يونا بلاسيو، تنجح يونا بلاسيو للفريق النصراوي، ونقطة للنصر من جديد، والإرسال هنا لمصلحة النصر عند اللاعبة يارس حباني، يارا على الرسالة واستقبال اتحادي، لكن كرة نشوف مين ضربة، أوهو داخل في لمسة، في لمسة حائط الصد أو دخول أو داخل أرضية الملعب. نعم الحكمة كانت تشير إلى كرة خارج الملعب، لكن الحكم قال الكرة داخل الملعب. نعم ضربة ناجحة للفريق الاتحادي من اللاعبة رقم 3 أميمة كوديال. هنا إرسال على الطائر واستقبال نصراوي، وهنا إعداد، أوه نعم لعبتها بالمكان، ولكن كرة تعود سهلة الآن اتحاد الفريق النصراوي، والاستعداد وضربة ناجحة، ولكن حائط الصد الاتحادي رائع جدا، تعود مرة أخرى وهنا سهلة سهلة تعود الكرة للفريق النصراوي، لكن أعطاهم مين؟ أعطاهم عدة الفريق، وهنا محاولة مرة أخرى للمرة الثانية والمرة الثالثة، حائط الصد داخل الملعب عند اللاعبة يونا بلاسيو، هي صاحبة الحلول يونا بلاسيو، تنجح أيضا هذه المرة، والنقطة 18 والنصر يسير في طريقه للشوط الثاني. نعم الفريق النصراوي في طريقه للشوط المدرجة إنه الهبوط في المدرجة الثاني الآن، والمحاولة والإرسال عند اللاعب دانيا أبو العنين، دانيا أطول لاعب استمرت على الإرسال، دانيا أبو العنين أوهوهو، واستقبال غير ناجح للفريق الاتحادي، هذه استقبال عند اللاعبة رقم 8 اللاعبة ليان إكنان، وهنا النقطة 19، خلاص أعتقد أن النصر أصبحت مهمته سهلة في الشوط الثاني. إرسال هنا استقبال إلى الفريق الاتحادي وضربة ناجحة، نعم اللاعبة رانيا عبدو تنجح في ضربة السهل الممتنع، ونقطة هذه يا رانيا عبدو تنجح في نقطة السهل الممتنع في لمصلحة الفريق الاتحادي مع محاولة اللاعبة لفريق النصر اللاعبة دانيا أبو العنين. رانيا على الإرسال الآن، إرسال موجه واستهى نقطة مباي، نعم نقطة، واستقبال غير جيد من هذه اللاعبة من على غير العادة يونا بلاسيو، ونقطة لمصلحة هذا الإرسال، شوف الإرسال والاستقبال الغير جيد، كانت ماريا أفضل من الاستقبال، لكن الكرة ذهبت، ونقطة لمصلحة الفريق الاتحادي اللي يحاول قدر ما استطاع في العودة في الشوط هذا. الآن الفارق 7 نقاط، وإن كانت صعبة لكن ليست مستحيلة أبدا. التأكد من دوران الفريق الاتحادي. هذه الحكمة المسجلة المباراة. مسجلة تهاني التأكد من دوران. والحكم الثاني محمد الهفوفي. نعم التأكد الآن. والإرسال إيمان. إرسال وأيضا استقبال، نفس الخطأ يتكرر من هذه اللاعبة للمرة الثانية على التوالي، نفس الخطأ. شوف الإرسال. الإرسال عند اللاعبة السارية نصيف، نعم اللاعبة السارية نصيف تنجح للمرة الثانية، والفارق يعود الآن إلى 6 نقاط، 13-19. هذه سارية، ولكن هذه المرة سارية لوين يا سارية؟ أول إرسال خاطئ للفريق الاتحادي، يعني
كان يطلب التركيز من اللاعبة سارية لأن الفريق كان كبير. الآن نقطة 20 المنعطف الأخير في الشوط الثاني، والفريق النصراوي والفريق يربط الأحزمة للهبوط في المدرج الثاني. الآن هنا إرسال قوي، نعم، ولكن استقبال أيضا سهل، تعود كرة سهلة للفريق النصراوي، لا سهلة إلى ماريا، وماريا هي لعباتها، هذه لعباتها ماريا. شوف إعداد المعد اللاعبة تمارا، أعدت بشكل ممتاز على الشبكة، وبالتالي كرة الآن إرسال قوي واستقبال ناجح لفريق الاتحاد، وهنا ضربة، نعم ضربة ناجحة لأميمة كوديال، نعم ناجحة بشكل رائع جدا للفريق الاتحادي الآن، والفارق يعود 14 مقابل 21. هنا كرة خارج الملعب، إلى خارج الملعب، والفريق الاتحادي النقطة 15. من جديد هنا إرسال 15-21، لو نجح الفريق الاتحادي في هذه النقطة قد يعود للشوط، قد يعود، نعم، وهنا إرسال، ولكن استقبال ناجح للفريق النصراوي، إعداد وضربة ودفاعات ناجحة للفريق الاتحادي، وهنا نعم نعم اللاعبة راني عبدو، هذه المرة راني عبدو تنجح، هذه اللاعبة راني عبدو عندها السهل الممتنع، السهل الممتنع عند راني عبدو، وأعتقد أنه الاتحاد الآن بدأ يعود تدريجيا إلى الشوط بشكل، وهنا الإرسال عند أميمة، لابد يتدخل مدرب النصر، لابد يتدخل، نعم تدخل الآن المدرب الحقباني، نعم مصعب الحقباني يتدخل الآن، والفارق بعد أن وصل إلى 7 نقاط والآن يعود الفارق إلى 4 نقاط، نعم 3 نقاط على التوالي للفريق الاتحادي، يجبر المدرب مصعب الحقباني في طلب وقت مستقبل. إذن أيضا جهود كبيرة يعني في 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 اللجنة الإعلامية باتحاد كرة الطائرة، سواء على منصة إكس أو على المنصة الحقيقة في الصحف، وجهود كبيرة مبذولة من اللاعب أو اللجنة برئاسة الأخوان والمتابعة المستمرة من عماد المفوز، الحقيقة جهود كبيرة تبذلها اللجنة الإعلامية بالاتحاد السعودي لكرة الطائرة، نعم هذا اللجنة الإعلامية برئاسة عبد المحسن العبيد، عبد المحسن العبيد أيضا جهود كبيرة، يعني رئيس اللجنة والمنسق الإعلامي عماد المفوز، نعم الآن النصر يتقدم بنقطة مباشرة ل 22 مقابل 17، اعتقد انه يعني الوقت المستقطع اتى في وقته بالنسبه للفريق النصراوي، وبالتالي عدل النتيجه الان الى ارسال، هو عند اللاعب رقم 4 وابو العينين، وهنا استقبال ويرى، ولكن حائط صد، مره اخرى تعود لعبه خادعه، لا كان بالامكان احسن للعيبه الاتحاد في اللقطه الماضيه، اللقطة الماضية كان بالإمكان للاعيبة الاتحاد أفضل، لكن طبعا كان هناك اتكالية للاعيبة الفريق الاتحادي، وبالتالي النقطة الثلاثة خلاص، الشوط اقترب إلى الفريق النصراوي، وهنا محاولة استقبال سهل وكرة ملعوبة، لكن وين يا تمارا، وين يا تمارا، هنا الآن على الإرسال الفريق
الاتحادي واستقبال للمرة الثانية، كرة سهلة تعود للفريق الاتحاد. أوه أنتسيا أنتسيا هذه المرة، ولا 19 نقطة الآن للفريق الاتحادي. عودة لكنها ربما كانت عودة الفريق الاتحادي عودة متأخرة، عودة متأخرة نوعا ما، ولكن ممكن ممكن ليس مستحيل. وهذا الفريق الاتحادي وإرسال واستقبال هذه المرة، وهنا ماريا، لكن كرة سهلة تعود الفريق الاتحادي. وين تروح وين تروح؟ لا 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 لا، هنا حائط، ولا قراءة جيدة من ماريا، قراءة جيدة. وهذا الاحتياطي النصراوي، هذه تمارا اللاعب المعد للفريق، تمارا احدى نجوم الفريق، الفريق النصراوي تمارا. وهنا ارسال، ارسال عند اللاعب تمارا. والتحضير لارسال مركز، نعم نقطة الشوط الان. وطائرة النصر على المدرج واستقبال، وهنا نعم الى وين؟ الى نقطة لمصلحة الفريق الاتحادي، ونقطة من راني عبدو المتألقة هذا اليوم. راني عبدو هذه النقطة واضحة على محيا احتياطي لاعبة النصر، لاعبات النصر. نعم الان رانيا ارسال واستقبال نصراوي هذه المرة. نشوف ماريا، حائط الصد رائع، حائط صد ناجح، نعم حائط صد رائع والأروع من اللاعبة، اللاعبة نعم فريق الاتحادي. أنتاسيا 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 تنجح هذه المرة في حائط صد أمام اللاعبة ماريا. هنا ارسال راني عبدو واستقبال والمحاولة هنا، ولكن حائط الصد. اوه خلصتها خلصتها يونا بلاسيو البرازيليه.